مش بس كلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي الفاضل. أهلا بارك الله فيك. شو الأمور؟ الحمد لله. من معي؟ معك أقول ولد سوق الجمعة. ولد سوق الجمعة، أهلا وسهلا بك. تفضل، عندك أي موضوع تبي تحكيه ونشاركوك الحل متاعه؟ والله هو موضوع الحق مش خاص بي أنا، لكن أعتبره خاص الشباب كله معنا في المجتمع الليبي. نعم، شنو هو؟ قصف الظروف. والله أنا نعاني من مشكلة المخدرات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت تتناول في المخدرات أخوي سوق نعم الجمعة. بي حاولت أنك أنت تمشي لمعالج للإدمان؟ ما فيش هو معالج. لا في موجود. خلينا قصدي ندوة واقعية يا طه. بس أنا في حلقة من حلقات المستشار جبت الأستاذ الولوال معالج نفسي، وأطلب منكم أي واحد يبي يعالج مجاني وحيعالجك مجاني وسرية تامة وبسرية تامة. ممكن تعود اسمع الدكتور. أنا بس خلي لي رقمك، حنتواصل معاك وأنا نمشي أنا وياك للدكتور بإذن الله تعالى، وحتتعالج وبسرية تامة. بارك الله فيك. يا ريتك يا أحمد. ما يحتاج صغير، يا ريت أنت تخلي اسم الدكتور بس الفائدة حتى لباقي. حاضر 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 بإذن الله تعالى. كان أي مصحة؟ هو موجود في مصحة الرازي في منطقة قرقارش بإذن الله تعالى، وأنا يا ريتك تخلي رقمك باش إني أنا نتواصل معاك وبإذن الله تعالى. مش قلتك بإذن الله تعالى ما فيش أي مشكلة لها إلا حل. أنت من أمتى تأخذ في المخدرات أخوي الفاضل؟ والله يا أستاذ طه من 4 سنين. من 4 سنين. شو خلاك تأخذ المخدرات؟ والله بالبداية كنا جو شباب. نعم. فترة هوني بعد الثورة انتشرت الحاجة هي، وكنا صغار ومراهقين. نعم. فبالجو مشت، بعدين لقيناها إدمان يعني لدرجة ما تقدر تدير شيء تبطل إلا بها يعني. مش إلا بها، هو ما تدير شيء بس إلا هي. نعم. باهي الحق نتمنى تفتح موضوع زي هذا. احنا والله شوف خوي ولد سوق الجمعة، انا حنفتح مرة اخرى، ولكن احنا في الموسم الثاني من برنامج المستشار كانت 3 حلقات على الادمان، 3 حلقات على الادمان. الحلقة الاولى عرفنا بالادمان وعرفنا بجميع انواع المخدرات، واعطينا النسب في ليبيا اللي هي المدمنين وتجار المخدرات، وكان معانا المتحدث الرسمي باسم قوة الردع الاستاذ السيد الفاضل محمد احمد سالم، ووضح لنا كل كيف انهم قضوا على هذه الظاهرة في معظم الاحياء السكنية في طرابلس. وكذلك كان معانا الدكتور صالح الولوال، وكان هو المعالج للإدمان وبطريقة سرية، وكان مع عندنا 82 شخص تعالج من الموسم الأول وقاعدين يتعالجوا إلى توا. فأنا نتمنى هو بحر، وانتم ما شاء الله عليكم دايرين جيد، بارك الله فيكم بإذن الله. نتمنى قصدي حاجة زي هذه يكون عليها برنامج خاص في قناة لوعد. حاضر حاضر يا ولد سوق الجمعة. بس أنا نتمنى أنك أنت تتواصل معي وتخلي لي رقمك باش أني نقدر نساعدك بإذن الله وفي كامل السرية. ولد سوق الجمعة ثق وتأكد. مش بس كلام.